جانب عارضة التوقيع التي حج إليها الآثاريون في بيت الوسط مناشدين عطف المملكة، عارضة إلكترونية دشنها رئيس المستقبل سعد الحريري طالبا من اللبنانيين التوقيع من خلالها على العريضة من خلال موقع ipetition.com. يظهر لك الموقع أن أكثر من 27 ألف لبناني وقع على العريضة الإلكترونية. أيها اللبنانيون، لنوقع جميعا. أي رجوع للشعب أمر مرحب به، ولكن قلة الممارسة في لبنان والمملكة العربية السعودية تجعل من الممارسة الديمقراطية فيها بعض الشوائب. باتصالات وردت قناة الجديد من أشخاص يزعمون تلقيهم رسائل إلكترونية تشكرهم على توقيعهم على العريضة وهم لم يوقعوا. لنتأكد من إمكانية التصويت بأسماء آخرين قررنا التصويت باسم شخصية من دون درايتها، ولكن من عسانا نختار؟ ماذا لو وقع أشد معارضي الوثيقة على الوثيقة؟ يعني هذه الطريقة بالتسول باسم اللبنانيين، لا كرامة اللبنانيين تسمح لهم أنه كم واحد بدهم يسرقوا مصاري يتسولوا باسمهم. مش نحن إذا زعل الأمير بده يهتز الأمن بالبلد، وإذا رضي الأمير بده يمشي الحال، وإذا ما بعرف سحب الأمير مصريته عمره ما يرجع هو مصريته. نحن بلد غني، بس أنتوا الحرامية اللي مش عم تخلوا فيه مصاري. حتى لا نضع الوزير وئام وهاب في موقع محرج، أنشأنا حسابا إلكترونيا وهميا باسمه وئام وهاب 8@hotmail.com. ثم انتقلنا إلى موقع العريضة وصوتنا باسم الوزير، فماذا كانت النتيجة؟ أصبح وئام وهاب من الموقعين على وثيقة مناشدة المملكة. هل احتاج الأمر إلى موافقة من صاحب الحساب؟ أبداً، بل وصلتنا رسالة إلكترونية من الموقع تشكرنا على التوقيع، عوض أن تأتينا رسالة تطلب منا الموافقة على التوقيع. إن كان باستطاعتك أن تنخب وئام وهاب من دون أن يدري، عريضة المناشدة الملكية لا حبر على ورقها أصلاً لتساويه. وعلى قوى الرابع عشر من آذار إيجاد وسيلة أصدق للاسترضاء والاستجداء. إذا تحت الشتاء مليون ونص، كيف لو شمست؟ جاد غصن، قناة الجديد.